هناك خطوات معينة يجب أن الناحية الديموغرافية، السن، الخطوة الثانية تحديد أهداف الإعلان. وتحديد أهداف الإعلان هنا في الحقيقة قد تكون أهداف الإعلان قد يكون الهدف من الإعلان هو الترويج للسلعة أو زيادة الحصة السوقية للمنظمة أو الحصول على تعاون الوسطاء تجار جملة تجزئة أو بيان استخدامات جديدة للسلعة أو توضيح مدى اختلاف السلعة عن السلع المنافسة. طبعا لما تيجي تحط أهداف الإعلان لابد أن تتوافر شروط للأهداف: الدقة، التحديد، الوضوح، أن تكون الأهداف كمية قدر المستطاع، القابلية للقياس، أيضا ترتبط الأهداف بمعيار الوقت. ثلاثة، إنشاء البرنامج الإعلاني. هنا بتحاول حضرتك إنه تجمع معلومات وأفكار أنت عايز تنقلها للعملاء من خلال حملتك الإعلانية. مثلا قد ترغب المنظمة في التأكيد على جودة المنتج أو قدرته على تحقيق وفرات معينة للمستهلك. المهم لما تيجي تختار المعلومات اللي هيتضمنها برنامجك الإعلاني لابد أن تكون هذه المعلومات هامة ومشوقة للعميل وتمكنه من عملية المقارنة بين سلعتك وبين السلع الأخرى المنافسة. لاحظ إنه ممكن جدا تكون الشركة يعني قامت بتحديد العميل بشكل دقيق وحددت أيضا أهداف الحملة الإعلانية بشكل دقيق، لكن المعلومات لا تهم العملاء فتفشل الحملة الإعلانية. وبالتالي مهم جدا أن تنتقي المعلومة التي يبحث عنها العميل، المعلومة التي تشوق العميل إلى اقتناء السلعة أو الخدمة المعلنة. أربعة، تحديد ميزانية الإعلان. عندي أكثر من طريقة لتحديد ميزانية الإعلان. من هذه الطرق المعقولة، الطريقة المعقولة أو المحتملة. ودي معناها إيه؟ إنه ميزانية الإعلان تتحدد حسب قدرة المنظمة المالية. إذا كان المنظمة عندها أموال كثيرة تخصص للإعلان ميزانية وفيرة، وإذا كانت المنظمة تعاني من إمكانيات مالية فميزانية الإعلان هتكون ضعيفة. الحقيقة طريقة سهلة وبسيطة لكن بيعاب عليها في إنه إهمال تأثير الإعلان في المبيعات، بالإضافة إلى إنه ميزانية الإعلان تكون في آخر أولويات الإنفاق. طب ماذا يحدث إن لم تكن هناك أموال للإعلان والشركة بحاجة إلى الإعلان؟ عشان كده ليس لها سند أو أساس. الطريقة الثانية إنه تحدد ميزانية الإعلان كنسبة من المبيعات المرتقبة أو المتوقعة. يعني لو جينا قلنا منظمة متوقع أن تبيع 200 سيارة أو 2000 سيارة، هتبيع 2000 سيارة والسيارة ب 200000 جنيه وخصصت ميزانية الإعلان على أساس 1% من سعر بيع السيارة، فلما يبقى عند حضرتك 200000 جنيه سعر السيارة الواحدة في عدد السيارات 2000 سيارة في 1 على 100 بتطلع فلوس أو ميزانية الإعلان 4 مليون جنيه. هذه الطريقة أفضل من الطريقة السابقة إنه بتضمن توفير أموال مالية للإعلان، بيبقى في تناسب ما بين مبالغ الإعلان أو مبلغ الإعلان وبين المبيعات، لكن بيعاب عليها أنها تسير بمنطق معكوس بتحدد المبيعات أولا ثم الإعلان ثانيا، رغم أن الواقع يقول أن الإعلان يسبق المبيعات. وفقا لهذه الطريقة تزداد المبالغ المخصصة للإنفاق على الإعلان بزيادة المبيعات وتنخفض بانخفاض المبيعات. إن تقتضي الاستراتيجية التسويقية الصحيحة أن تزداد مبالغ الإعلان في حالة انخفاض المبيعات. الثالثة، أنك تحدد الميزانية وفقا ميزانية الإعلان يعني وفقا لما ينفقه المنافس. في الحقيقة أنت هنا بتستفيد من خبرات المنافسين في القيام بعمل إعلانات وحملات ترويجية. الحاجة الثانية إنه بتمنع الطريقة دي إنه يبقى فيه هناك حروب
حملات إعلانية بين المنظمات المنافسة، لأن ميزانية الإعلان تكون متمشية مع المعدل المتبع أو السائد لدى المنافسين. لكن عيبها، مين قال إنه المنافس يسير بأسلوب علمي؟ وارد جدا إن المنافس يكون يعني قاصد إنه يغرق المنظمة المنافسة له، إنه هي تخصص، يعني هو بيعمل إعلانات كثيرة فخليك حضرتك تعمل إعلانات كثيرة زيه على أساس إنك أنت يعني تضل الطريق وتفلس. يبقى ليس شرطا أن يكون المنافس يتبع الطريق الصحيح أو الأسلوب العلمي في تحديد ذات الإعلان. بالإضافة إلى أن هذه الطريقة الحقيقة تفقد المنظمة شخصيتها وتجعلها تابعة للمنافس. طريقة أخرى اسمها الهدف أو المهمة، والحقيقة دي طريقة تتبع الأسلوب العلمي لأنه بتحدد أهداف الإعلان، ثم تحدد الأنشطة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ثم بعد ذلك تكلفة كل نشرة. بجمع تكلفة الأنشطة كلها يبقى هي دي ميزانية الإعلان. ميزتها أو المزايا التي تحققها الربط بين الأموال التي تنفق على الإعلان وبين النتائج المطلوبة منه. عيوبها إنه أحيانا بيكون هناك صعوبة في تحديد أهداف الإعلان بدقة، ولا تأخذ في حساباتها تحركات المنافسين. خمسة، تطوير الخطة الإعلامية. لما تيجي بقى بعد ما حددت ميزانية الإعلان تبدأ تحدد وسائل النشر اللي أنت هتعتمد عليها، تاريخ ظهور الإعلان في كل وسيلة أو الوقت، مساحة الإعلان إذا كان في مجلة أو في جريدة، ومدته إذا كان في تلفزيون، ومعدل التكرار. مهم جدا عند اختيار وسيلة النشر أن نتأكد من مدى ملائمة الوسيلة للعميل المحتمل، لأن ممكن حضرتك تكون بتعمل إعلان ما بيروحش لعميلك. مثلا شركة بتنتج ثلاجة تعمل بالزيت وبتعمل إعلان في التلفزيون، المبيعات ما بتزيدش، فاتضح إنه العميل اللي بيشتري هذه الثلاجة قاعد في مناطق جغرافية ليس لها كهرباء، وبالتالي ما عندوش تلفزيون، وبالتالي هو لا يرى إعلانك. لا، ممكن تاخد هنا وسائل أخرى أكثر مناسبة زي الجرائد، زي الراديو، إلى آخره. أيضا لما تيجي تعمل مفضلة بين وسائل الإعلان يعني بعضها البعض، تعتمد على التكلفة النسبية وليست التكلفة الكلية، لأن التكلفة الكلية ممكن تكون مضللة. طيب عندي قناتين فضائيتين عايز أعمل إعلان، القناة الأولى بتكلفني الإعلان 4 مليون، والقناة الثانية بتكلفني الإعلان 6 مليون، وفقا للتكلفة الكلية هنا القناة الأولى أفضل. لكن لما تيجي حضرتك تشوف بقى القناة الأولى ب 4 مليون نسبة المشاهدة فيها 2 مليون، يعني تكلفة الفرد 2 جنيه، لكن القناة الثانية اللي تكلفة الإعلان فيها 6 مليون بتصل إلى كم مشاهد؟ إلى 4 مليون مشاهد، وبالتالي تكلفة المشاهد الواحد 1.5 جنيه، إذن هي أفضل من القناة الأولى. بالتالي اعتمد على التكلفة النسبية وليس التكلفة الكلية. عندنا وسائل نشر كثيرة منها الصحف. طبعا الصحف واسعة الانتشار ومهياش مكلفة، بالإضافة إلى أن انتقاء الكلمة يعني في صدق وانخفاض تكلفة الرسالة الإعلانية، لكن يعني بيعاب عليها أنه قصر عمر الجريدة، لأن الجريدة عمرها يوم، وبالتالي الإعلان لا يدوم فيها كثيرا. بالإضافة إلى أنه قد يكون في هذه الجريدة إعلانات كثيرة، وبالتالي القارئ قد لا يرى إعلان المنظمة. تقدر تستخدم حضرتك في الجرائد الألوان، مش هتقدر تستخدم الصورة يعني أو الحركة، آسف، الطباعة قد تؤثر على الجودة. أيضا التلفزيون يتميز بالتغطية الواسعة ليصل إلى أنحاء السوق، عدد كبير من الناس متنفرين في مناطق جغرافية كثيرة، ممكن بعد المسلسل، قبل المسلسل، باختيار الوقت المناسب، تستخدم الصوت مع الحركة مع المؤثرات، لكن يعاب عليه انه مرتفع التكاليف وقصر مدة الاعلان. الاعلان ما بيطولش، يعني اكثر اطول اعلان في التلفزيون لا يزيد عن 60 ثانية. بالاضافة الى صعوبة اختيار الجمهور بدقة وقصر عمر الرسالة الاعلان. المجلات في دقة في اختيار الجمهور، توجه المجلة إلى الجمهور المستهدف، مثلا مجلة نقابة الأطباء، مجلة حواء إلى آخره. في مجلات عمرها يعني
بتقدر حضرتك توجهها للجمهور المخصص، بيستمر الإعلان في المجلة فترة طويلة إلى أن يصدر عدد آخر، فقد تكون أسبوعية وقد تكون شهرية، تقرأ بهدوء كانت استخدام الألوان، لكن بيعاب على المجلات في الإعلان إنه يحتاج الإعلان لفترة طويلة حتى يظهر للجمهور. يعني حضرتك ما تقدرش تعمل إعلان جديد إلا عندما يصدر عدد جديد. طب ماذا يحدث لو أنت محتاج إعلان في المجلة غدا والمجلة عدد الأسبوعي يعني تنزل بعد شهرين أو شهر؟ مش تقدر، وبالتالي هي أقل انتشارا. الصحف الإذاعة رخيصة، فيها مرونة جغرافية، فيها تغطية واسعة، تكرر إعلانك عدة مرات في نفس اليوم، لكن برضو ما بتاخدش يعني إعلانك بيبقى يعني قصير، عمره قصير، واعتمادك على الصوت فقط دون الصورة، وقد ينتبه قد لا ينتبه المستمع للإعلان نتيجة إنه بينشغل بأمور أخرى. صعوبة استرجاع الإعلان بعد إذاعته. البريد المباشر، إنه هنا بتراسل العملاء، وتقدر تصل إلى إيه؟ عملاء كثيرين، وتخصص الجمهور اللي أنت عايزه، وفيها لمسة شخصية لأنه بتخاطبه بصفة شخصية، وبالتالي ضمان الوصول إلى العميل المستهدف. ليه؟ لأنه البريد بيرسل على عنوان العميل. خلي بالك بقى، لو أنت ما عندكش قائمة بأسماء العملاء ومحل الإقامة مش هتقدر تتابع البريد المباشر. التكاليف المرتبطة بإرسال كل رسالة إلى الإعلانية طبعا إلى العملاء ممكن إلى حد ما تبقى مرتفعة. في بعض الناس بيعتبر إنه دي يعني أسلوب غير مرغوب، والبعض بيعتبره انتهاكا للخصوصية. الإنترنت، هتنتقي حضرتك هنا الموقع الذي يناسبك وتعمل في إعلانك. تكلفة الإنترنت منخفضة مقارنة بالتلفزيون، لا يحتاج الإعلان إلى وقت طويل فوري، لكن التأثير منخفض، ويتحكم الجمهور في العرض. ممكن ما أجيبش أنا الموقع ده خالص، وبالتالي قد لا يرى أو لا يرغب في رؤية إعلان منظمة عن منتج معين. خطوة 6، إنشاء الرسالة بقى الإعلانية. وهنا عشان تنشئ رسالة إعلانية سليمة، حدد خصائص الجمهور، حدد خصائص الجمهور، وحدد خصائص المنتج، وحدد أهداف الحملة الإعلانية، واعرف نوع وسيلة الإعلام اللي حضرتك هتستخدمها. فمثلا شركة بروكتل أند جامبل لما قدمت معجون الأسنان كريست ووجهته إلى فئة الأطفال، كان تركيز الرسالة الإعلانية على أهمية الاستخدام اليومي لفرشاة الأسنان وللقضاء على التسوس. ولما قدمت نفس المنتج إلى فئة العملاء الكبار، كان التركيز على الترسبات والطبقة الجيرية التي توجد على الأسنان. ده خلي بالك، أنت تضبط رسالتك الإعلانية على حسب خصائص كل عميل. طب لو هتستخدم شاشات العرض الخارجية في الإعلان، لابد أن تكون الرسالة الإعلانية قصيرة ومقتضبة، بعكس إعلانات الصحف والمجلات. كمان لو أهدافك الإعلانية بتتمثل في زيادة أو في تحقيق زيادة كبيرة في المبيعات، لازم الرسالة الإعلانية يبقى اللغة والرموز المستخدمة فيها قوية بدرجة كبيرة، لكن إذا كانت الحملة الإعلانية تهدف إلى زيادة وعي العميل بالعلامة التجارية، فالرسالة تركز على تكرار اسم العلامة التجارية. من العناصر الهامة التي تستخدم في الرسائل الإعلانية الكلمات والرموز والرسوم التوضيحية. يعني من العناصر المهمة عندي العنوان والرسالة التفصيلية. العنوان بيكون فيه عناوين بتذكر المغريات القوية للمنتج، وعناوين أخرى تذكر مغريات لقراءة بقية أجزاء الإعلان. يعني بص كده حضرتك، العنوان اللي بيذكر المغريات القوية للمنتج ده بيوجه رسالة شبه كاملة للقارئ، بحيث إذا أهمل القارئ قراءة بقية الإعلان أخذ فكرة عن الرسالة. زي بقول لك، شفرات جلد تعطيك حلاقة ناعمة وتستمر معك لفترة، خلاص أنت فهمت القصة. لكن لما يجي مثلا عنوان لرسالة يقول لك الساعة التي تملأ نفسها أوتوماتيكيا وتبين التاريخ، حضرتك محتاج تعرف
بقية الرسالة عشان تعرف نوع الساعة. مميزات العنوان الجيد إنه يكتب بطريقة فيها جذب، إثارة الاهتمام، يخاطب القارئ بصفته الشخصية، تجنب الإبداعات السطحية، أن يكون العنوان قصيرا قدر المستطاع وسهل القراءة، أن يكون فيه دقة وفيه وضوح. الرسائل التفصيلية مهمة طبعا، العبارة التي تتضمنها الرسالة الإعلانية تكرار أو توضيح أو تأكيد المعاني التي تضمنها العنوان الرئيسي. إذا كان عنوان الرسالة الإعلانية يتضمن صيغة سؤال، فلا بد أن تكون العبارة الافتتاحية في الرسالة التفصيلية إجابة على هذا السؤال. هل ترغب في الحصول مثلا على زيادة 20% في الإضاءة وتوفر 25% من قيمة الاستهلاك؟ الرسالة التفصيلية تقول لك إيه بقى؟ هذا ما تقدمه لك لمبة فينوس ليد. يبقى خلي بالك، لما يكون العنوان الرئيسي في صيغة سؤال لا بد أن تكون الرسالة التفصيلية إجابة على هذا السؤال. مجموعة عوامل تؤثر في تحرير الرسالة الإعلانية الجيدة: إنك تبقى عارف خصائص السلعة، خصائص العميل، إشعار القارئ باهتمام المعلن، معرفة ثقافة العميل، التركيز على المغريات الرئيسية في المنتج، بساطة في الشرح، بحيث يتمكن القارئ من فهم المقصود من الرسالة بعد قراءتها. تقسيم الرسالة إلى فقرات مناسبة حتى يمكن قراءتها بسهولة. تجنب المبالغة في المغريات أو ذكر معلومات غير صحيحة أو كتابة أشياء لا يمكن اقتناع القارئ بصحتها. اختيار الخطوط العربية المناسبة للرسالة والمميزة لأجزائها. تنفيذ الحملة الإعلانية: طبعا تنفيذ الحملة الإعلانية بيتطلب قدر كبير من التخطيط، حيث يشترك عددا كثيرا من الأفراد والجماهير في تنفيذ هذه الحملة. تنفيذ الجيد للحملة الإعلانية بيتطلب وضع جدول أعمال تفصيلي لضمان حسن سير وإتمام كافة مراحل العمل المختلفة وفقا لما هو مخطط له. تقييم فاعلية الإعلان: يجب أن تقوم المنظمة بتقييم طبعا فعالية حملتها الإعلانية، وعندي طريقتين الحياة في التقييم، في الطريقة غير المباشرة وفي الطريقة المباشرة. الطريقة الغير المباشرة هي معناها إن حضرتك بتاخد عينة من العملاء المحتملين لسلعتك وبتخليهم هم لجنة تحكيم، تعرض عليهم شوية نماذج من الإعلانات وتطلب منهم يرتبوها. طب لو إعلان واحد، بتطلب منهم يذكروا أهم حاجة لفتت نظرهم في هذا الإعلان. منطق الطريقة دي قائم على اعتقاد المنظمة بأن المستهلك يعني هو الشخص الوحيد المتوقع منه أن يعرف ما الذي سيؤثر فيه أكثر من خبراء الإعلام. بيعاب على الطريقة دي الحقيقة إن هي يعني مش واقعية، لأنه أنت بتعمل الاختبار في بيئة غير طبيعية. الطريقة المباشرة: وفقا لهذه الطريقة تقوم المنظمة باختيار منطقتين، منطقة ألف منطقة ب. المنطقة الأولى بتعمل فيها الإعلان، المنطقة الثانية ما بتعملش فيها الإعلان، وتبدأ تقيس النتائج وتقارنهم ببعض. بس خلي بالك، يشترط في هذه الطريقة أن تكون المنطقتين متشابهتين في كل حاجة. يعني لو حضرتك جيت بصيت كده للجدول ده هتجد هنا إيه؟ المنطقة ألف والمنطقة ب، المبيعات قبل الإعلان هنا 100 وهنا 100، نشر الإعلان يتم النشر هنا بدون نشر، هتعمل إعلان في المنطقة ألف ومش هتعمل إعلان في المنطقة ب. طيب جيت بعد كده تقيس الإعلان في كل منطقة، فلقينا إن للأسف تقيس المبيعات في كل منطقة، فوجدت إنه المبيعات في المنطقة الأولى 150 وحدة، خلي بالك زادت 50%، والمبيعات في المنطقة الثانية كام؟ 110 وحدة، أي زادت كام؟ 10%. 10% في المنطقة اللي ما حصلش فيها إعلان، و50% في المنطقة اللي حدث فيها الإعلان، يبقى الأثر الحقيقي للإعلان إيه بقى؟ 50 ناقص 10% 40%. هنا هتسأل حضرتك ليه ال 50؟ ما هي ال 50 دي المفروض فيها 10% طبيعي زي المنطقة الثانية بدون إعلان، فعشان كده الفارق بينهم هنا أو المعيار الحقيقي هو إيه؟ هو يبقى 40%. أعزائي الدارسين، خلي بالكم من حاجة، إنه هيبقى الفصل الرابع والفصل الخامس معلش هتجد فيه في الأول كلمة كريدت عربي. الموضوعين دول هم مقررين عليهم ومقررين عليكم، فمش معنى إنه موجود كلمة أعزائي كريدت عربي يبقى هم مش خاصين بيكم، لأ لكم أيضا.
تمنياتي لكم بالتوفيق. طبعا الطريقة اللي اتكلمنا فيها انه رغم انه الطريقة المباشرة انك تاخد منطقتين سهلة بسيطة، لكن بيعاب عليها في ايه بقى؟ انه صعب انك تجد منطقتين متشابهتين في كل الظروف والاحوال. من الصعب انك تلاقي مبيعات واحدة هنا وهنا، من الصعب انك تلاقي هنا اذواق الناس زي هنا. وبعدين مين قال ان الاعلان هو اللي زود المبيعات؟ يمكن اثناء اجراءك للاعلان تغيرت اذواق العملاء فاتجهوا لك، كانوا بيشتروا سلعة المنافس وبدأوا يشتروا سلعتك، فانت توهمت انه الزيادة راجعة من الاعلان. شكرا لحضراتكم واتمنى لكم التوفيق.